السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك حضرتك سؤال؟ ممكن. حضرتك حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله معروف. أو يدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم أيوه السكينة وغشيتهم الرحمة. أيوه نعم صحيح. وأن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا، الزيادة الأخيرة لا تصح. لا تصح. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لا تصح. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أما قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فلا تصح.